خايفة مرة، حاسة اني راح اموت بغرفة العمليات. خادة حبيبتي انت قوي، بليز ما تحكي هيك، هلا بتطلعي وترجعي لعند ولادك. خالتي حبيبتي، ترى هذه ما نسميها عملية، هذا اجراء طبي بسيط بس عشان نطمن عليك. اجراء بسيط ولبسوني كل هذا؟ تكفين يا مشاهل، ابي اوصيك على عيالي، اذا صار فيني شيء انصحيهم انهم يكونون يد واحدة وانهم ما يفترقون ابد، وقولي لهم. يا خالتي يا حبيبتي، ترى انت مره مكبره الموضوع، ولا درجات كلها شيء بسيط وبتطلعين. امي الله يرحمها ماتت بنفس المرض، الدكاتره كلهم قالوا لها قدامك 6 شهور، فعلا كانت 6 شهور. المرض هذا عندنا وراثه بالعائله. لا يا حبيبتي، ترى مو بشرط تكونين وارثته، وبعدين وش اللي توصيني وتودعيني والبيبي هذا اللي جاي بالطريق ان شاء الله خلاص ببتلش انا فيه؟ لا يا حبيبتي، ترى انت اللي بتربينا ان شاء الله. ست مزنة بدياني يروح لعند خالتي لحتى رجع، بدياني يروح ردلها الجميل اللي عملته معي. تخيل، ما حدا عارفان انه هي ورا كل شي صار، كلهم فكرها منصفي. لك حتى جيتك لعندي هي كانت وراها. وانت متضايقة لانه ما بيعرفوا حياة خالتك، ولا لانك مو قادرين تكشفيها قدامه؟ انا متضايقة لانه مفكرينها هي البطلة والمنقذة، وما حدا عارفان انه هي يلي ورطتني. بشو؟ انا علاقتي مع منصور تدمرت بسبب عمه، وانت لو حضرتك عطيتني على الشيك بدل ما رحت صرفته، كنا رحنا زطينا له يابي خلقته وفسخنا هذا العقد مع منصور بدل ما عم يزله فيه. معناها مشكلتك مو مع خالتك، بدل ما تتكلفي وتتعذبي وتسافري، مشواري قريب ليكو. خالد الخطوان خطوتين. خالد الخطوان؟ إذا منصور وعيلته كلها بما فيهم أبو ما طلع بإيدهم يعملوا شيء، أنا بده يطلع بإيدي يعمل شيء مع هيك زلمة؟ يمكن خالد ما بده حدا من العيلة يتدخل غيرك أنت. مش معنى أنا يعني؟ أنت من وجهة نظره عدوة بنته، مظبوط ولا أنا غلطان؟ ألو زيد، وينك في؟ بالشركة، وين بكون يعني؟ طيب أبيك تجيني المستشفى ضروري وبسرعة. خير يا مشاعر، وش في؟ في شيء أبي أعلمك إياه، بس تعال.